شغال؟ الكاميرا شغالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي صف التالت الإعدادي، كل سنة طيبين. بره بقى، سيب الكراسي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولادي صف التالت الإعدادي، كل سنة طيبين. عيد سعيد عليكم، ما تقلوش في الكحك كتير، انت اللي طالع من صيام يعني، الافطار في الاكل وحش ها، فيعني ايه كل سنة طيبين كده. ان شاء الله هنبدا النهارده نحل امتحانات محافظه الشرقيه. النهارده ان شاء الله هنحل محافظه الشرقيه. بص، الهدف مش حل المحافظه، الهدف اللي احنا نستفيد من الكلام. طبعا خريطه العالم هيجي لك، بس ان شاء الله السنه دي جاي لكم خريطه الدوله. يلا ادي اول جميله اعملها لكم، السنه دي جاي لكم خريطه الدوله. دولة ايه؟ انت عندك ثلاث دول، عندك نيجيريا وعندك الهند وعندك المانيا، بس ممكن يجيب لك خريطه العالم. بس ان شاء الله انتوا كشرقيه جاي لكم خريطه الدوله، وزي ما قلت لكم الحصه اللي فاتت، طالما خريطه الدوله يبقى هركز على المسطحات المائيه، وهركز على اهم المدن، وكل دوله عندك فيها ثلاث مدن خلاص، والمدن اللي لازم هيجي لك فيها عاصمه يبقى تشوف العاصمه فين، ولازم هيجي لك فيها المينا، معروفين دول، ده حاجه اساسي. واركز على علاقة الدول بمصر، ده أسئلة في أي امتحان تالتة إعدادي. خلاص؟ طيب، السؤال اللي قدامك ده قالك دي خريطة العالم. حدد نوع الظاهرة، نوع الزراعة السائدة في رقم واحد. أولا رقم واحد دي قارة إيه يا جماعة؟ دي قارة أفريقيا. قارة أفريقيا، ودي هنا عند خط الاستواء. إحنا اتفقنا إن الزراعة الموجودة في المناطق الحارة هي الزراعة البدائية. طيب، عاوزك تعمل إيه؟ وانت بتشوف الزراعه البدائيه دي، يا ريت بقى تعمل ايه؟ تروح رايح مذاكر الزراعه البدائيه. اعرفوا ان الزراعه البدائيه دي زراعه الهدف منها سد حاجه السكان فقط. بتنتشر فين؟ في المناطق الحاره خلاص كده، اللي على الشمال وجنوب خط الاستواء خلاص كده، بيمارسها عدد قليل من السكان خلاص كده يا ولاد. واعرفوا حاجه، ان اللي بيشتغلوا في الزراعه البدائيه عددهم بيقل، عددهم في تناقص، زي الرعي البدائي بالظبط، عدده بيقل. وطالما قلت سيره راعي، لو سمحتوا 100 مره قلت ما تلخبطش بين الرعاه بيقلوا ليه في شبه الجزيره العربيه عشان التعدين، وبيقلوا ليه في وسط اسيا عشان اهتمام الدول بالتعليم. السؤال ده لازم منه حاجه في الامتحان، بالذات الرعاه. خلاص؟ ده أول سؤال يبقى عندي الزراعة السائدة ولا الزراعة البدائية. طيب رقم اتنين، طبعا دي قارة مين يا ولاد؟ دي قارة استراليا. طب استراليا دي بتحتل هذه الدولة مرتبة في إنتاج معدن مين؟ معدن البوكسايت. خلاص كده؟ طيب البوكسايت ده موجود فين؟ موجود في الدول النامية زي استراليا كده. خلاص كده؟ طيب البوكسايت ده أصلا أهميته إيه؟ البوكسايت ده اهميته ان هو اساس صناعه الالومنيوم. وركزوا ان الدول المنتجه للبوكسايت مش هي الدول المنتجه للالومنيوم، يعني معظم الدول المنتجه للالومنيوم ليست منتجه للبوكسايت. السؤال ده مهم جدا. ليه؟ لان البوكسايت الالومنيوم بيحتاج الى تقنيات واساليب حديثه وكهرباء ايه؟ عاليه. وده بيتركز فين؟ بيتركز في الدول المتقدمه زي الولايات المتحده الامريكيه، هي اولى دول عالم في انتاج الالومنيوم، بس ما هياش اولى دول عالم في انتاج البوكسيت. وممكن يجي لك صح وغلط في الامتحان. خلاص كده؟ معظم الدول المنتجه للالومنيوم منتجه البوكسيت، اجابه غلط. في فرق بين البوكسيت والالومنيوم، البوكسيت ده هو اساس صناعه الالومنيوم، بس معظم الدول المنتجه للالومنيوم ما عندهاش بوكسيت، بتعتمد على استيراد البوكسيت من الدول الناميه زي الولايات المتحده الامريكيه. تمام. خلاص؟ ده سؤال تاني. السؤال التالت، اقليم صناعي معروفه شمال شرق الولايات المتحده. اعرفوا حاجه بقى، اقدم الاقاليم الصناعيه في العالم اقليم غرب اوروبا. خلاص؟ اهم الاقاليم الصناعيه في العالم اقليم غرب اوروبا. لما لو قال لك بقى في العالم الجديد، شد اللخبطه، هي دي الاسئله اللي فيها اللخبطه. اللفظ ده هو اللي هيفرق معاك في السؤال. ايه اهم الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد؟ طالما حدد كلمه عالم جديد يبقى شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه.
اعرفه حاجه طالما حدد عالم جديد. انما لو قال لي اهم الاقاليم الصناعيه في العالم او اقدم الاقاليم الصناعيه في العالم تمام، يبقى اقليم غرب وسط اوروبا. انما لو قال لي ايه بقى اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم مساحه، يبقى اقليم روسيا اوكرانيا. خلاص كده، ده كبير مساحه والمناطق الصناعيه فيه موجوده في مناطق متباعده، لان لازم هيجي لك سؤال من الصناعه، وطالما جاي لك سؤال من الصناعه لازم يجي لك سؤال في الاقاليم الصناعيه، لا اما على خريطه اما على اللي احنا بنقوله ده. طيب نخش على رقم اربعه. طبعا اربعه دي دوله مين؟ برافو عليكم، دي دوله الهند. السبعه يبقى الهند على طول اللي احنا حلناها امبارح. طب العاصمه التجاريه، خلي بالك عاصمه ايه؟ تجاريه، تجاره، مواني، يبقى مين؟ بومبي. خلاص كده اعرفوا حاجه، انا عندي في الهند ثلاث مدن، ثلاثه هزعل منكم يا اولاد والله لو غلطت في المدن. احنا بقالنا طول الترم بنركز على المدن لان المدن ده اساسي في الامتحان. طيب بومبي، انا عندي ثلاث مدن في الهند، العاصمه يبقى اسمها عاصمه الهند نيو ديلي، فوق شويه كده نيو ديلي. طيب خلاص كده، ابادين ماشي ولا لا؟ ده حيدر اباد، انا بتكلم على الهند، انا اسف بتكلم على الهند، حيدر اباد، وعندك بومبي. بومبي ده الميناء الهام والمدينه التجاريه. طيب امال نيجيريا، لو تفتكروا نيجيريا فيها ابوجا ده العاصمه القديمه، وعند ليجوس، ابوجا العاصمه الحديثه اسف، وليجوس العاصمه القديمه وميناء تجاري هام واكثر مناطق نيجيريا فيها سكان، وعندي ابادان مركز التجاره والتعليم والمواصلات. خلاص لو دخلنا على الثلاث مدن بتوع المانيا، عندي برلين هي العاصمه، وعندي هامبورغ ودي ميناء تجاري هام، وعندي اقليم بافاريا بقى اللي هي الاقاليم الصناعيه بقى مركز صناعه اللي هي ميونخ اللي في اقليم بافاريا اللي هي الاقاليم الصناعه. ده على السؤال الاولاني. طيب يبقى اركز وانا بذاكر كده في الحته دي، اركز على الاربع دروس اللي احنا قلناهم، اروح اعمل على طول انواع الزراعه، اعمل مقارنه، اعرف ايه الفرق بين البوكسيت والالومنيوم، اشوف الاقاليم الصناعيه واشوف المدن. المدن يا ولاد اسئله لازم تيجي في الامتحان، كلام واضح اهو. السؤال بعد كده قال لي تمثل الاسماك غذاء رئيسيه لكثير من سكان العالم خاصه في المناطق الساحليه على البحار والمحيطات، فضول عباره وضح. وضح ايه؟ العوامل الطبيعيه، خلي بالك عوامل طبيعيه. هو في كتاب المدرسه كان جايبهم ورا بعض، احنا عملنا ايه في الحصه اللي تفتكروا؟ قسمنا العوامل الطبيعيه لوحدها والعوامل البشريه لوحدها. قال لي ايه العوامل الطبيعيه اللي ساعدت على انتشار مصايد صيد الاسماك على سبيل القارات؟ عامل طبيعي يا ولاد. اول عامل طبيعي كسر تعريج السواحل، فده ساعد على ايه؟ ساعد على بناء المد او المواني، يبقى ده اول حاجه. اتنين قال لي ضحاله المياه الساحليه، وكلمه ضحاله يعني مش عميقه، لما انا شرحتها لكم لو تفتكروا قلت لكم ايه؟ قولوا سبحان الله. قلت له سبحان الله ليه يا مستر؟ قلت لكم لان اشعه الشمس دي لما بتتفاعل مع الميه بتكون كائنات دقيقه. أشعة الشمس بتتحول لكائنات دقيقة بتتغذى عليها مين؟ الأسماك. طيب المايه تبقى ضحلة يعني مش عميقة فبتدفى، لما تبقى دافية من أشعة الشمس فتتكون الكائنات الدقيقة الأسماك تتغذى عليها. فعشان كده المناطق اللي فيها المايه الدافية بقى فيها غذاء سمكي كتير ففيها أسماك، فدي اسمها ضحالة الأسماك. ومعروفة التقاء التيارات البحرية الدافئة مع البرد، لما قلت لكم بقى لما المايه البارده مع المايه الدافئه بتتقابل مع بعض، مين اللي بيطلع لفوق؟ الدافئه عشان كثافتها اقل. لما بتطلع لفوق ايه اللي بيحصل؟ الغذاء السمكي اللي احنا قلنا عليه اللي بيقف في المايه الدافئه بيطلع لفوق، مين اللي بيطلع معاه لفوق؟ السمك، فسهل ان احنا نصطاده. يبقى دي كلها مقاومات طبيعيه، يبقى عندي ضحاله المياه، عندي كسر تعريج السواحل فده يسهل على قيام المواني، عندي التقاء التيارات البحريه الدافئه والبارده، بس انتوا تعافيتوا انتوا في المايه بتاعكم تيار بقى الابرادور البارد وكابل شكه الدافئ، تيار الياباني الدافئ، ايوه ده الكلام ده اتلغى، كان في المنهج القديم انواع التيارات بقى المائيه اللي كانت موجوده. طيب نيجي على السؤال اللي بعد كده. اتفضل يا مستر ديدامون، اتفضل والله. طيب السؤال اللي بعد كده. هم طلبه برضه. اسباب قياد بعض الدول بصيد الحيتان. ليه بيصطادوا الحيتان يا ولاد؟ طبعا معروفه عشان يستفيد من لحومها وشحومها. لما قلت لكم انتوا مفكرين ان الثروه السمكيه عباره عن سمك بس،
لا الثروه السمكيه بالسمك بس، خلاص كده في حاجات تانية بتطلعها من الميه، خلاص كده. يبقى الحيتان ليه حيتان، استفاده من لحومها وشحومها. السؤال بعد كده، اسباب انتاج نيجيريا الكميات الكبيره من الاسماك. خريطه نيجيريا يا جماعه والنبي ركزوا عليها. اسباب قلة انتاج، اسباب انتاج نيجيريا كمية كبيرة من الاسماك. نيجيريا على فكرة، بصوا تحدي، يلا تحدي نيجيريا اللي جاية في الامتحان السنة دي، فبعد اذنكم ركزوا على الخريطة، كلام واضح اهو. نيجيريا اللي جاية والله جاي لكم خريطة الدولة، خلاص، فركزوا يا جماعة والنبي على خريطة الدول وبالذات نيجيريا، ركزوا فيها شوية بعد اذنكم. طيب نيجيريا، نيجيريا لو تفتكروا عندها خليج غينيا اللي هو المحيط الاطلنطي. في الامتحان لو قالك بسطح مائي، لو كتبت خليج غينيا صح، لو كتبت محيط الاطلنطي صح، خلاص كده. اه بريحك على الاخر، لو انت في الامتحان كتبت، لو قالك مسطح مائي، لو كتبت خليج غينيا صح، لو كتبت محيط الاطلنطي صح، اهو يعني خليك ذكي. طيب هي نيجيريا دي بقى مالها نيجيريا يا مستر؟ بتنتج كميات كبيره من الاسماك. ليه؟ مش نيجيريا دي بتطل على المحيط؟ اه، يبقى عندها ايه؟ عندها سواحل، تمام؟ يبقى بسبب تمتعها بسواحل طويلة على خليج غينيا، مش فيها نهر، اللي هو نهر النيجر، اه يبقى وجود الأنهار. بس خلي بالكم بمناسبة نهر النيجر، دلتا نهر النيجر خالية أو قليلة السكان، عشان أنتم مفكرين إيه؟ من عندكم بقى الحاجات اللي في عقلكم الباطن، إن مستر قال لكم قبل كده في إعدادي يا ولاد دلتا يعني تربة خصبة يعني فيها سكان، لا دلتا النيجر دي مش فيها سكان. ليه؟ عشان وجود الغابات الاستوائية، الغابات الاستوائية، خلاص؟ اعرفوا كده، أي نهر في الدنيا بينتهي بدلتا، فعندك دلتا النيجر، ونهر النيجر بيصب في خليج غينيا، نهر النيجر بيصب في خليج غينيا، وزي ما قلت لكم الترم الأولاني، ركزوا على مصبات الأنهار برضو، سواء نهر الجنج اللي في الهند، أو نهر النيجر ده، بيجي من النيجر بس بيصب في خليج غينيا. تمام؟ يبقى ليه؟ يبقى عشان وجود سواحل طويلة على خليج غينيا وعندها الأنهار الداخلية زي نهر النيجر. طيب ده السؤال رقم ب. السؤال رقم ج، ما العلاقة بين تدفق البترول، لسه قايل لكم من شوية، وحرفة الريع البدائي، خلاص؟ قلت لكم أهو، أدى تدفق البترول إلى إيه؟ إلى قلة العاملين بالرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية. أيوه، عشان اتجهوا للتعدين. ركزوا، توطين البدو والتعديل، حتة الرعي دي حتة مهمة جدا 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 جدا، الله ما بلغتهم ما فشل. الرعاة بيقلوا سواء في شبه الجزيرة العربية أو بيقلوا في وسط آسيا، بس في وسط آسيا بيقلوا عشان التعليم، كلامه واضح. إنما هنا لا، هنا بسبب تدفق البترول. طيب خلاص يا ولاد، السؤال بعد كده بقى، دولة ألمانيا ومحطات توليد الكهرباء في مصر. بصوا بقى، أنت عندك ثلاث دول، عندك نيجيريا وعندك الهند وعندك ألمانيا. نيجيريا والهند بيرتبطوا بمصر بعلاقات اقتصادية بس، بس. إنما ألمانيا لا، ألمانيا فيها بقى اقتصادية وفيها سياسية وفيها علمية، الجامعة الألمانية ومركز الثقافة الألماني، عشان كده لازم علاقة بمصر تيجي في امتحان. طالما هيجيلك دول، ولو جالك مقارنة أقول لك قارن بين الدولتين من حيث علاقتهم بمصر. طبعا شرفتنا مس مروة شؤون طلبة، خلاص كده، يعني مس مروة يعني دينامو المدرسة. طيب خلاص، يبقى دولة ألمانيا ومحطة توليد الكهرباء بتعمل إيه ألمانيا؟ طبعا ألمانيا هي اللي بتمول محطة توليد الكهرباء، بالذات كهرباء الرياح اللي هي الزعفرانة، وطلع العين السخنه ان شاء الله السنه الجايه في اولى سنه، وباذن الله ان شاء الله باذن الله السنه الجايه في عم تيجي تاخدوا مصادر الطاقه في مصر، هتاخدوا محطه توليد الكهرباء من الرياح اللي هي محطه الزعفرانه. الزعفرانه دي بطول 80 كيلو، في واحد تاني بطول 64 كيلو. المانيا مساعدانا ان هي مموله المشروع ده، فالسؤال ده مهم يا جماعه. طيب نيجي على السؤال بعد كده، اكتب مصطلح الجغرافي. لا السؤال ده يجي كده، يا اما اكتب مصطلح جغرافي يا اما يعكسها، ما المقصود بيه؟ فاعرفه يعني.
يستخرج من عصارة أشجار غاب استوائية ويصنع منها إطار السيارات. ده طبعا ده مين؟ ده المطاط، معروف من التيم الأولاني. المطاط معروف من التيم الأولاني. خلاص؟ اللي موجود في جنوب شرق آسيا. خلاص كده؟ طيب، السؤال التاني بقى. احتل المصدر الأول والرئيسي للطاقة المستخدمة في العالم حتى أوائل القرن العشرين. بصوا يعني ده أقدم مصدر طاقة في العالم. طبعا معروف الفحم. أقدم مصدر طاقة الفحم. بعده جه البترول، بعده جه الغاز الطبيعي. تمام؟ ده مهم. كان الاول ده يبقى مين؟ يبقى الفحم. نبات طبيعي ماله؟ ينمو على الساحل السواحل الغربيه وشمال الهند. ليه سالكم حالا؟ الهند من كام يا ولاد؟ الهند من كام؟ من 35. لا اعكس بقى، من 8 ل 35. ابدا دايما بالصغير. 8 ده يعني ايه؟ يعني فوق خط الاستواء بثمان درجات. يعني الاقليم اللي هناك ده اقليم ايه؟ اقليم حار، يعني اقليم في غابات. الغابات اللي في شرق اسيا ايه؟ غابات موسميه معروفه، طالما شرق اسيا بغابات موسميه. خلاص؟ غابات بتنمو على السواحل الغربيه والشرقيه للهند، يبقى الغابات الموسميه على طول كده وانت مغمض. لا ده هناك الصين، انا بتكلم على الهند. واللي في النص في الهند في النص فهضبت. ايوه هناك بالسافانا. سافانا اللي في النص. عشان ايه ليه سافانا؟ عشان دي حاجه حاره، دي منطقه حاره، فالحشاشه الحاره اسمها ايه؟ اسمها السافانا. تمام؟ تمام. ده السؤال الاولاني كده خلص، الف وب وجيم ود. نخش على السؤال الثاني. قال لي صوب ما تحته خط في العبارات التالية. القطن من المحاصيل المعتدلة المهمة. طبعا مش محاصيل معتدلة، محاصيل حارة أو محاصيل مدارية. حتى احنا عندنا بنزرعه فين؟ بنزرعه في الصيف. طب تصدر الدول النامية مثل موريتانيا خام النحاس. طبعا لا، موريتانيا يبقى خام ايه على طول؟ الحديد على طول. حديد، يبقى موريتانيا حديد. اسيا اولى قارات العالم انتاج للطاقه النوويه. طبعا الطاقه النوويه دي عاوزه ايه؟ امكانيات كبيره ولا لا؟ عاوزه امكانيات كبيره وتكنولوجيا. طب ده متوفر في قاره مين؟ اوروبا. يبقى اوروبا على طول. تمام. السؤال بعد كده قال لي تتمتع، احنا فين؟ تمتد سهول ملبار على خليج البنغال. طبعا شرق الهند. شرق الهند مش من البر على طول، يبقى كوروماندل. فاكرين كوروماندل؟ كوروماندل اللي في شرق الهند. خلاص؟ يبقى من البر ده على البحر العربي. انا عندي سهول ساحليه في الشرق وفي الغرب. اللي في الشرق اسمها كوروماندل، واللي في الغرب اسمها ملبار. وعندي الغابات الشرقيه والغابات الغربيه اللي عندك اللي هي الجبال. ما ينفعش يا باشا. ليه؟ واقول لك صحح الكلمه يا ديدمون اللي تحتها خط. ايه يا ابني؟ معنى شيل كلمه من البار يا ابني. ما ينفعش اسم البار واصلح خليج بنغال. ما ينفع. هو اقول لك صحح الكلمه اللي تحتها خط. انت فاهمني؟ هصحح اللي تحتها خط. طيب قال لي امامك رسم بياني يمثل انتاج احدى انواع الموارد الزراعيه في العالم. استعن بالاجابه على امريكا الشماليه. خلي بالكوا اللي هيبين لي هو ايه. امريكا الشماليه اولى الدول، معروفه اولى القارات. ما المورد الزراعي الذي يمثل رسم بياني؟ طالما امريكا الشماليه اولى القارات على طول الذره. خلاص كده. انما لو في اسيا على طول يبقى القمح. خلاص يبقى على طول الذره. يبقى ايه ده؟ يبقى ده الذره على طول يا اولاد. طيب الذره دي ايه القيمه الاقتصاديه بتاعته؟ يستخدم كعلف الحيوانات. خلاص كده. العلف الماشيه للحيوانات. وفي الدول الناميه على فكره زي عندنا كده بيستخدم كغذاء لمين؟ للانسان. القط ماشي يا بكير، بس هنا ده محاصيل غذائي مش محاصيل حاجه ثانيه. دي محاصيل غذائي حسب الرسم الباقي اللي هو جايبه لك. فاهمني؟ هقول لك ده ايه. تمام. القمح محصول غذائي. طيب ده كده جزء بتاع الجغرافيا. لسه فيه من نتائج. لا في الصفحه الثانيه مش من عندي.
لا مش ده، هو الرابع ايه يا مس بني؟ ثانية واحدة اجيبها عشان بس الصفع ورا بعضها، ما النتائج اللي وراها صح؟ اه. طب ثانية واحدة اجيبها. السنة بعد كده نكبر بس شوية معايا. بقول لي ايه يا ولاد؟ بقول لي ما النتائج بتطبق على استخدام الطرق العلمية الحديثة؟ الطرق العلمية الحديثة في الزراعة العلمية والتجارية. أنا قلت لكم شوية إيه وأنا بشرح أنواع الزراعة؟ قلت لكم لازم أركز على أنواع الزراعة الثلاثة. لأن لازم أقسم بالله في الامتحان هيجي لكم سؤال من الزراعة. أنا أقسمت أهو، بصوا اكتبوا ورايا الحاجات دي والأيام اللي جاية. أنا عندي الزراعة البدائية وعندي الزراعة الكثيفة وعندي الزراعة العلمية. طيب، الزراعة العلمية بتستخدم استخدام الطرق العلمية الحديثة أدى إلى إيه؟ أدى إلى قلة العمالة. وكلة ايه بقى؟ التكاليف. يبقى كلة العمالة وكلة التكاليف. خلاص؟ طب الزراعة الكثيفة بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على أيدى عاملة كتيرة. طب هنا السؤال مهم. وممكن يجي لك سؤال بما تفسر خلاص؟ اعتماد الزراعة الكثيفة على أيدى عاملة وفيرة. أيوه بسبب قصة المراحل بقى بتستخدمها. برافو عليك يا دينامون. خلاص كده؟ عملية بقى تنقية الحشاش وعملية البذر وعملية الحصاد اعرفوا حاجة. يبقى بيقل العمالة فين؟ بيقل العمالة في اتنين، في الزراعة البدائية أيدي عاملة قليلة عشان أصلا الزراعة البدائية مساحات واسعة ومفيش حاجة، وبيقلوا في الزراعة العلمية والتجارية. دي العمالة فيها عشان لو قال لي وجه الشبه العمالة هنا وهنا قليلة. إنما الزراعة الكثيفة بس اللي عاوزة إيه؟ اللي عاوزة أيدي عاملة. طيب اعرفوا حاجة ان الزراعة الكثيفة خلاص كده مالها بيقل فيها، هي بيزيد فيها العمالة بس يقل فيها ايه؟ استخدام الميكنة الزراعية، استخدام الالات. شفت الزراعة العلمية بيزيد فيها استخدام الالات اه عشان ضيق او صغر او قلة حجم مساحة الحقول. انا عايز اعدلك هنا في مصر، واحد عنده ربع فدان، واحد عنده 5 قراط، واحد عنده 20 قراط، فبالتالي مش هيعرف يستخدم الالات الحديثة. طيب ما اللي هتبقى على رخص ثمن الغاز الطبيعي وكل التلوث؟ طبعا معروفه التوسع في استخدام الغاز واصبح منافسا قويا للفحم والبترول. معروفه كده. اه بدا كله بقى يتجه ليه؟ اه خلاص كده؟ اصبح منافسا قويا لكل من الفحم والبترول. تاني حاجه بقى كل دول العالم بدات تلجا ليه، يستخدموه بقى في المصانع وفي المنازل وفي السيارات والكلام ده كله. الأبقار والأغنام من حيث الأهمية الاقتصادية لكل منهم. وأبقار معروفة، بقر يعني إيه؟ يعني لحوم. دي بتعد المصدر الرئيسي لإنتاج اللحوم الحمراء، وبتدخل في التجارة بنسبة كبيرة في التجارة الدولية. بس عرفوا حاجة إن الأبقار اللي موجودة في الهند ليس لها قيمة اقتصادية. أيوة، لأن معظم سكان الهند من الهندوس. الديانة الهندوسية بتحرم إيه؟ ايوه. طيب خلي بالكوا بقى خلاص، بس اعرفوا حاجه ان المصدر الرئيسي للحوم في الصين الخنازير، عشان ما تلخبطش خلاص كده. الخنازير الصين بقى الخنازير على طول. طيب الاغنام بقى طبعا بتاجب ايه؟ الغنم يعني ايه؟ برضك لحوم، وعندك الاصوات بتاعتها خلاص كده، اللحوم والاصوات كده. خلصنا الجغرافيا، نخش على التاريخ بقى. التاريخ هنركز شويه، وبالذات يا جماعه هعمل لكم ان شاء الله باذن الله يعني ممكن بكره او النهارده ورقه كده بالمنظمات اللي في الاخر، لان فيها لخبطه وجايه لكم في الامتحان، جايه لكم في الامتحان خلاص كده، اللي هي منظمه اليونيسيف ومنظمه الصحه العالميه ومنظمه الاغذاء والزراعه. ده لازم سؤال. هاي واحد يقول لي يا مستر ده اخر سؤال درس في المنهج، ما لازم يكون في سؤال، لازم يكون في سؤال خلاص كده. اعرفوا حاجه، الدرس ده من الدروس المهمه خلاص، مش معنى ان هو اخد درس هنطنشه، لا هعمل لكم ان شاء الله النهارده كده او بكره خلاص كده باذن الله ورقه بالمنظمات وكل واحده فين واهميتها ايه. صوب العباره الصحيحه، اكتب كلمه صواب يعني صح امام العباره الصحيحه، وكلمه خطا امام العباره الخاطئه. طيب مع التصويب، مع التصويب لازم اصوب يا جماعه،
يعني اشيل الكلمه الغلط واحط الكلمه الصح. هنا بقى يدموني انا ليا مطلق الحريه اشيل اي كلمه انا عاوزها، لان ما ربطنيش زي ما الجغرافي كده قال لي شيل الكلمه، لو حط لي خط تحت الكلمه لا انا ملزم اغير الكلمه بس، انما هنا ممكن اغير اي حاجه. طيب، كسرت مصر احتكار الصلاح العالمي بعقد صفقه الاصلاح الشرقيه، طبعا الاجابه صح. طب يعني ايه احتكار الصلاح العالمي ده يا ولاد؟ قلت لكم قبل كده احنا كنا مرتبطين بانجلترا بس، بالغرب. لغايه ثوره 52 كانت انجلترا هي المنبع بتاعنا، بنصدر لها ونتورد منها وبناخد منها الكلام ده كله. لما قامت ثوره 52 جمال عبد الناصر اتجه للشرق، روسيا الاتحاد السوفيتي. الصفقه دي كسرت احتكار السلاح، يبقى كسرت مصر احتكار السلاح العالمي بصفقه الاسلحه الشرقيه، الاجابه صح. طيب، قدمت الولايات المتحده الامريكيه مساعدات ماليه ضخمه عاجله لمصر اثناء حرب اكتوبر. طبعا الاجابه غلط، مش لمصر. مصر، الولايات المتحده الامريكيه قدمت مساعدات ماليه ضخمه عاجله لاسرائيل. وده قلت لكم خلي بالكم ده سبب في ايه؟ ده ممكن يجيلك من نتائج. ما النتائج مترتبه على قيام الولايات المتحده الامريكيه بتقديم خدمات او مساعدات ماليه لاسرائيل. لو عكسها وقال لي ما النتائج؟ ادى الى اتخاذ الدول العربيه قرار بحظر تصدير البترول للولايات المتحده الامريكيه. اللي هو سلاح البترول. خلاص؟ اللي هو دول العرب. دول العرب وركزوا في دول مصر ودول العرب، الجزئيه دي مهمه، الجزئيه دي مهمه جدا يا ولاد. دول مصر ودول العرب في حرب اكتوبر. يبقى لو قال لي ما النتائج بتبقى على الولايات المتحده قدمت مساعدات ماليه، اقول له ادى ذلك الى اتخاذ او قيام الدول العربيه باتخاذ قرار بحظر صادراتها من البترول الى الولايات المتحده الامريكيه. الجزئيه دي مهمه. خلاص؟ تمام. تعال بقى للتطبيق السليم لسياسه الخصخصه ادى الى ارتفاع الاسعار في المجتمع. طب الاجابه غلط، التطبيق غير السليم. لما قلت لكم ايه في الفصل لو تفتكروا، تفتكروا الخصخصه دي جميله والله وبنت ناس، بس احنا اللي طبقناها غلط. لان الخصخصه لها انواع. احنا طبقنا اوحش نوع اللي هو خصخصه الملكيه، حولنا القطاع العام الى قطاع خاص، بعنا. ما فكرناش ان احنا نطور القطاع العام، احنا بعناها. خلاص كده؟ فاحنا طبقناها بطريقه غير سليمه. لما عملنا كده ايه اللي حصل؟ القطاع الخاص خد المصانع دي وراح مسرب العمال بره، فادى الى ارتفاع معدل البطاله في الدوله وخروج الاف العمال الى قطار البطاله يا ولاد. خلاص؟ يبقى التطبيق غير السليم ادى لارتفاع الاسعار، يبقى التطبيق غير السليم، يبقى انا غلط. السؤال الرابع، ساهمت منظمه الامم المتحده للتربيه وعلوم الثقافه، عارفينها طبعا، تربيه وعلوم وثقافه يعني يونسكو، عشان في طلبه حافظينها اليونسكو بس. ها؟ ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اللي هي اليونيسيف. ها؟ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اللي هي الفاو، لما ترجمتها لكم في الحصة قلت لكم الإف يعني فودز أغذية، والإي أجريكالتشر اللي هي الزراعة، والأو أورجنايزيشن. ها؟ اختصار كل كلمة. منظمة الصحة العالمية اللي هي الهو، دبليو اتش أو، دبليو وورلد عالمي، والإتش هيلسي صحة. خلاص كده؟ والأو أورجنايزيشن. يعني شوية فزلكة معلش يعني. المهم خلي بالكم. الافيه بتحكم. المهم يا ولاد، فانا ممكن يلعب بالصيغه الثانيه، ما يلعبش بالصيغه اللي انتوا حافظينها، انتوا حافظين مسهلين على نفسكم، حافظين ايه؟ الفاو، اليونسكو، بتاع ده اليونسيف، يروح جايبها لك ازاي؟ جايب لك اسمها الحقيقي بقى، منظمه الصحه لكذا. وانا قلت لكم من شويه ان شاء الله ما تقلقوش، هعملها لكم في ورقه وارفعها لكم على الجروب الواتس ان شاء الله. المنظمات دي عشان دي سؤال اساسي في الامتحان. والله اكتبوا ورايا هودوني الاجزاء دي وبكره نتحاسب. بكره نتحاسب الامتحان يتعمل. الجزئيه دي خلاص لازم في الامتحان. منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه في انقاذ معبر بسمبل، الاجابه ايه؟ صح. طب عامل ايه كمان في مصر؟ ايوه، مكتبه الاسكندريه، برافو، مكتبه الاسكندريه. يوسف يدموني، انت جاي تضيف يا حبيبي ولا جاي تكمل نوم؟ فوق معايا كده واجب. يلا. يبقى خلي بالكوا بقى، يبقى ديا خلاص ولاد، مكتبه اسكندريه ايوه، وعندك اللي هو انقاذ اثار ابو سمبل، دي منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه. خلاص؟ حتى قلت لكم يوم ما كنا واحنا بنشرح كان الحفله بتاعت المومياوات، لما كنا بننقل المومياوات قلت لكم لو ركزتوا في الحفله كان مين اللي قاعد جنب الرئيس؟ كان قاعد جنب الرئيس
بتاع اليونسكو قاعد، لان اليونسكو برضه ساهمت في نقل المومياوات في المتحف بتاعنا. اي حاجه خاصه بالاثار، خاصه بالتعليم والثقافه، دي على طول مين؟ اليونسكو. خلاص؟ خاصه بالامومه، خاصه بالطفوله، خاصه بالكده، يبقى اليونسيف. عشان بس اللخبطه. تمام. السؤال بعد كده بما تفسر عجز الاحزاب السياسيه في التعبير عن اراده الشعب المصري. بس كده ليه الاحزاب السياسيه كانت عاجزه؟ قال لي بسبب فساد الاحزاب السياسيه وتصارعها من اجل وصول لمقاعد مين؟ الحكم. قلت لكم الاحزاب دي كلها كانت عاوزه حاجه واحده بس، عاوزه تحكم. يبقى بسبب فساد الاحزاب السياسيه وتصارعها من اجل الوصول الى مقاعد الحكم، بالاضافه الى فساد النظام الملكي وخضوع مصر للاحتلال البريطاني. خلاص كده؟ هنحطهم كلهم على بعض كده. ماشي؟ السؤال بعد كده. مشاركة مصر في مؤتمر مدريد للسلام. طبعا انتوا عارفين المؤتمرات بقى اللي في الاخر، اللي هو مبادرة السلام بتاع السادات، ومؤتمر كامب ديفيد، ومؤتمر مدريد، ومؤتمر اوسلو. خلاص؟ اعرفوا حاجة يا ولاد. وضع ليه مصر شاركت؟ قال لي لحل بتاع ده مشكلة الصراع العربي الاسرائيلي على اساس مبدأ الارض مقابل السلام. بصوا بقى ده في الامتحان بنسبة 29%. مبدأ الارض مقابل السلام، مبدأ اقره مؤتمر نقط. او اكتب بقى مشكلة ليه؟ مؤتمرا اقر مبدأ الارض مقابل السلام. ده مؤتمر مدريد، ده مهم 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 مهم. مدريد موقع الارض مقابل السلام، ده حاجه جزئيه مهمه جدا 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 جدا. خلاص كده؟ خلاص. وتنفيذ قرارات مجلس الايه؟ الامن. تمام. اهميه الدستور الدائم. طبعا هو مين اصلا اللي عمل الدستور الدائم؟ اللي عمل الدستور الدائم هو الرئيس الراحل محمد انور السادات. ممكن يجيلك سؤال في الامتحان في لما تنسى، او في عهد من حكام مصر. خلاص. اللي اتحط الدستور الدائم هو السادات. هو على فكره قلت له كلمه دائم دي كلمه غلط، يعني المفروض نشيل كلمه دائم، لان هو اتلغى بعد 2011. هو ليه كان بيسميه دستور دائم؟ لانه كان موجود من سنه 1971 لغايه 2011. خلاص كده؟ يعني قعد حوالي 40 سنه. لما قامت ثوره 25 يناير عملوا ايه؟ راحوا لاغيين الدستور ده اللي هو الدستور 71، وعملوا اعلان دستور، وبعدين عملوا دستور 2012، وبعدين عملوا اعلان دستور تاني، وبعدين عملوا 2014 احنا عليه دلوقتي. طيب اهميه الدستور ايه؟ قال لي لتاكيد على سياده القانون واستقلال القضاء والتعدديه الحزبيه. وده على فكره كان من ضمن احنا عملنا ايه عشان نستعد لحرب اكتوبر. خلاص كده؟ اللي هي دور مصر للاستعداد في حرب اكتوبر على الجبهه الداخليه. عملنا ايه؟ ان السادات عمل الدستور الدائم سنه 71، وده خدناه برضو في الفصل الرابع في الانجازات بتاع الثوره. الكلام ده كله، وده ستات ده مهمه جدا جدا جدا. واعرفوا حاجه، اعرفوا حاجه مهمه، اول دستور لمصر بعد ثوره 52 هو دستور 56. ده مهم جدا جدا جدا. اول دستور لمصر بعد ثوره 52 هو دستور 56، اللي ادى المراه حق الطلاش. عشان ده ممكن تيجي سؤال، تمتعت المراه بحقوقها السياسيه والتشريعيه بعد، يبقى دستور 56 ده جزئيه دي مهمه جدا يا جماعه. بالنسبه للمراه، وانا حتى قلت لكم في الحصه اي حاجه خاصه بالمراه يعني ركزوا عليها عشان في الامتحان لازم احشر لك المراه كده في الامتحان. خلاص كده؟ اي حاجه فيها مراه تروح كاتبها في ورقه كده هيحشرها لك في الامتحان، معروفه. لازم سؤال عن الزفت عند المرأة، لازم في الامتحان يا جماعة. خلاص كده قرفنا دنيا وآخرة. المهم إيه؟ لسه الحصة دقيقة واحدة كمان. آخر حاجة. ماذا يحدث؟ لم تشترك فرنسا في العدوان الثلاثي. لو فرنسا ما كانتش اشتركت في العدوان الثلاثي على مصر. خلاص كده؟ لا آسف أنا عكست. ماذا أنا آسف. ماذا يحدث إذا لم تؤيد مصر حركة استقرار الجزائر؟ ده أدى إلى لو ما كانتش مصر أيد استقرار الجزائر، ما كانتش فرنسا اشتغلت في العدوان الثلاثي. ده ممكن يعكسها بما تفسر مشاركة فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر. أقول لك بسبب قيام مصر بمساندة الثورة الجزائرية. أو يعكسها
من نتائج مترتبه على مشاركه مصر للثوره الجزائريه. اقول لك ادى الى خلاص كده، ايوه، اشتراك فرنسا بالعدوان الثلاثي. خلاص، ما العلاقه بين الثوره الجزائريه والعدوان الثلاثي على مصر؟ اقول له ادى قيام الثوره الجزائريه الى وقوف مصر بجانب مين؟ الجزائر، فذلك ادى الى غضب فرنسا فاشتركت فرنسا في العدوان الثلاثي. السؤال بعد كده، السؤال بيقول لي ماذا يحدث؟ لم تشكل اللجان الشعبيه اثناء ثوره 25 يناير. طبعا عارفينها، قلت لكم بعد قيام ثوره 25 يناير حدث في فراغ امني لان الشرطه انسحبت. طب الحل، قلت لكم يومها حتى العيال ولادي الدمون الاثنين قال لك احنا كنا بنقعد مع بابانا تحت العماره، صح يا اولاد؟ وهم صغيرين بيقول لك بنقعد تحت العماره، كل واحد عنده عربيه ولا عنده حاجه خلاص كده قاعد تحت العماره بيحرس الايه؟ العربيه. خلاص كده ليه؟ عشان كان في بلطجيه. طب لو ما كانتش بقى دي اسمها لجان شعبيه، يبقى لم يتم حمايه المنشات والمناطق ولم يتم مواجهه اعمال السرقه والحرق والترويع. طب ممكن نعكسها بقى، طب ممكن يعكس، يقول لك وضح دور القوات المسلحه بعد قيام ثوره 25 يناير. او ساهمت او نزلت القوات المسلحه الى الشارع لحفظ الايه؟ الامن والنظام والحمايه على المملكه العامه والخاصه. ده سؤال مهم جدا يا جماعه. خلاص؟ ده سؤال مهم. او من يتم الطبع على حدوث فراغ امني في اعقاب ثوره 25 يناير. ادى الى تشكيل اللجان الشعبيه لحمايه المنشات والمناطق ومواجهه اعمال السرقه. ثاني حاجه نزول القوات الايه؟ المسلحه الى الشارع لمساعده في حمايه المنشات العامه والخاصه. خلاص يا اولاد؟ خلاص كده؟ لمن تنسب؟ برضه نفس الكلام. خلاص؟ طب عايزين نخلص يعني؟ طب ما موسم انا ما اقول لا ايه؟ سعيد جدا ان انا كنت معاكم، وارجو ان انتوا كنتوا سعداء زي ما انا كنت سعيد معاكم. الناس بتضحك عليا مش عارف ليه. المهم ما تتقلوش في العيد خلاص كده، يعني هي كحكيتين بالظبط يا دنمون، ما تكترش. ماشي، واشوفكم ان شاء الله بعد العيد، وعيد سعيد عليكم، وان شاء الله نبارك لكم كده العيد الجاي وانتوا في اولى ثانوي باذن الله. ماشي، يلا، سلام عليكم يا اولاد.